الجميل في الرياضه ان انت يعني بتعلمك يعني زي ما بيقولوا منذ نعومه اظافرك تعلمك تحمل المسؤوليه. جانا سافرت 13 سنه او مكملتش 13 سنه او يعني صغيره يعني سافرت وركبت الطياره لوحدها وراحت اديس ابابا وشنطتها ضاعت وراحت عملت كامب في السنغال ومن السنغال على فلوريدا في امريكا لعبت البطوله كان كام ماتش يا جانا؟ كانوا مش ماتش هو الاول كنا بنلعب اللي هو الدور التمهيدي مثلا بعد كده بعد كام ماتش تقريبا لعبت؟ احنا حوالي لعبنا خمس ماتشات احنا وصلنا لغايه قبل السيمي فاينل. عملت شغل كويس الشهريه شفت الارقام وصحيح اللي انا بقوله يعني عملت انا كمان اخدت توب في البوينتس في الراوند الاولانيه فيرست راوند انا وبعد كده لفت النظر دي الحاجه اللي يعني احنا وصلنا لغايه اول راوند جينا ماتش بقى اللي هيوصلنا سيمي فاينل خسرنا بس مش مشكله بابا وماما كانوا بيكلموك على طول خلاص الماتش يا بابا عملت كذا يا ماما ولا ايه لا كنت لما بروح قلت له بابا كان بيتفرج عليا على طول فكان سايبها بقى لما اروح كان في لينك كده كان الكوتش بعته لي بيتفرج عليه كان بيتابع الماتشات كان بيتابعني على طول يعني بتجعله تكلميهم برجع قلت له مش على طول ما كانش بيوترني اللي هو بعد ماتش تكلميني لا خالص كنت استنى عادي على فكره مش عايزك تتكسفي من حاجه زي كده لا خالص لا دي حقيقه والله يعني عادي يعني الواحد بيطلع من الحلقه يكلم مامته عادي مفيش مشكله يعني مش حاجه تكسب طيب خلينا نتكلم عن حاجه ثانيه انت رجعتي من الجونيور اولمبي بدات تشاركي مع فرقه النادي الاهلي بانتظام طبعا انت مش صعبه للفريق طبعا الاكبر منك وساعات بتتمرني مع الفريق الاول برغم انت يعني مش يعني سنك صغير ودي صور من الكامب بتهيألي ده اللي فات ولا اللي كان جونيور؟ ده اللي فات ده الام بي اكاديمي لا خليني بقى في الام بي اكاديمي، الام بي اكاديمي عملت ايه عشان تروحي؟ هم شافوني في الجونيور ام بي اي بعديها بسنه على طول دي تاني سنه ولا على طول؟ دي تاني سنه فشافوني في الجونيور ام بي اي وكانوا متابعيني يعني فبعد كده بقى اختاروني وانا كنت اصغر واحده في الكامب ساعتها طب وهو كان معاكي ايه الفقي صح؟ كان معايا ايه الفقي ولوجي سامي على يمينك ايه الفقي واللي وراها هي لوجي سامي كان مين اللي وراها؟ لوجي سامي بتلعب في الصيد اللي هي دلوقتي سافرت بتلعب في الصيد لوجي سامي ورحتوا الكامب ده كان على طول بقى من مصر لليونايتد ستيت لامريكا على طول ما رحتوش السنغال لا هو اصلا الكامب ده في السنغال يعني هي اصلا اوريدي الام بي اكاديمي الكامب بتاعها في السنغال تمام طيب رحتي السنغال قعدتوا قد ايه؟ قعدنا برضو اسبوع 10 ايام لعبتوا ماتشات او حاجه؟ لا هو كان المفروض بيجهزونا برضو علشان نلعب بقى الام بي اكاديمي اول ستار نلعب بقى لاتين امريكا كل القارات بقى أيوة. طب لعبتوها لا ما جت كورونا بقى وقعدنا كورونا طبعا دمرت الدنيا زعلت انت طيب طب لا ان شاء الله خيره طب قولي لي بعد ما خلصتوا الام بي اكاديمي ورجعتوا السنه دي كان المفروض في حاجه بتعملوها ايه كان فيرتشوال بروجرام بروجرام فردي لكل برنامج بصري فيجوال بروجرام يعني برنامج بصري او اونلاين بروجرام مثلا بيقول لك ايه بقى عباره عن ايه احكي لنا كان احنا اختارونا الاول برضو طلبوا مننا يعني هو على الويب سايت ممكن اي حد يريجستر يحط فيديو يطلب منه الجيلز اللي يعملها علشان يختاروه ويشوفوا يعني يبعت فيديو ليه يشوفوني انا كويس اي حد ممكن يعمل كده وكذا حد من عندنا المنتخب برضو عملوه بس اللي تاخدنا انا وجوزي وائل وجانا طارق السعيد طبعا عشان انت هم اوريدي عارفيني عارفيني كويس فخلاص سلكتي على طول فروم فيرست تايم هم في الاول كانوا بيكلموني وكلمنا فيديو كول الاول يفهموني وساعدي زمايلك اللي هم مش عارفين وفاهميهم ايه اللي بيحصل وانت سافرت مين اقرب حد ليك هناك في الام بي اي او القصه دي؟ في كوتش على التسعه كانت كوتش استو اسمها كوتش استو كانت مسؤوله عن افريكا امريكيه؟ لا هي من افريكا؟ السنغال السنغال هي سنغاليه اصلا فهي كانت معايا اوريدي من السنه اللي فاتت وهي كانت المسؤوله عن افريكا وكانت اقرب واحده ليا على طول بتكلمني في التمرين طب يعني طيب رحنا لعبنا اسبوع وبعد كده باظت رجعنا النهارده السنه دي عملنا الفيرتشوال بروجرام اونلاين بتعملي ايه بالظبط؟ احكي للناس بقى بالظبط هو كان كل اسبوع بينزلوا لنا كل اسبوع كل يوم جمعه في زوم كول قبل الزوم كول يوم الاربعاء بينزلوا لنا فيديو بروجرام لازم نعمله بروجرام فيزيكال ولا باسكت فيزيكال فيزيكال كانوا لازم احنا بقى نصور نفسنا ونعمل نعمل الجي كان بيطلبوا مننا زي ايه زي مثلا كانوا اول اسبوع ده كان بيتكلم معانا اول اسبوع كناش بنعمل خالص يعني اول اسبوع كان بيتكلم عننا عن الان سي دبل اي وان احنا يساعدونا ان احنا ان سي دبل اي اللي هو دوري الجامعات تمام كانوا بيساعدونا ان احنا نبقى ان شاء الله لما نخلص يعني مدرسه يبقى عندنا كوليدج
وناس كلها شايفاه يعني كذا حد يبص على الفيوتشر بتاعكم، المستقبل هيبقى شكله ايه لو انتوا بتفكروا حلو.